بيقول لك عامل النظافة بعد ما استضافوه الممثلين والرقاصين والمذيعات اللي طلبوا ان هم يسفروه دبي عشان يأكلوه في أفخم المطاعم. واللي ما يعرفش ده عامل نظافة راجل محترم دخل أحد محلات الكشري عشان يجيب طبق كشري، فالراجل تقريبا معجبوش شكله بعد ما قطع البون قال له اطلع بره، والراجل نشر الفيديو على مواقع التواصل وما شاء الله اشتهر زي بتوع قلتم وجري وانتش وجري والحاجات اللي احنا يعني ايه مشغولين بيها الايام دي. الراجل ده طبعا القنوات والناس اللي هم حابين يتاجروا بموضوعات زي دي طلبوا منه ان هم يطلعوه في برامج تلفزيونية عشان يعرضوا الحالة الإنسانية اللي تحولت من حالة إنسانية والناس كانت بتتعاطف معاه في الأول لسبوبة بياكل منها عيش. وللأسف الأيام دي لما حد بيطلب منه يطلع في البرامج بيطلب بالفلوس بالدولار، ما بيش راضي ياخد بالجنيه المصري. ده ليه؟ عشان الناس للأسف اتهبلت، عشان الناس اتهبلت وبقينا عايشين في زمن التفاهة والهيافة. واحد عمل طلع يلطم، واحد طلع يقول لك انت شو اجري، والتاني حصل معاه موقف من المواقف. المفروض الانسان اللي عنده كرامة ما يقبلش ان هو يتحايل او يتدلل باكل ويتصور اللي جابوه الممثل اللي جابه وعزمه في احد المطاعم الشهيرة وجاب حط قدامه أكل يأكل العيلة بحالها. على فكرة يا فنان، في ناس زيه كتير، واللي بيعمل خير مش لازم ينشره ولازم يصور ولازم يقول الراجل جدع ومش الراجل جدع. وعلى النقيض والجانب التاني زمايله طلعوا قالوا ده مدمن مخدرات ومش شغال ونقيب الزبالين، طلع قال الراجل ده مش تبعنا اصلا واحنا متبرين منه وده شغال في شركة بعيد عننا. ما تفهمش الدنيا ماشية ازاي ورايحة فين. لو واحد طالب علم، نفسي تطلعه ترند لواحد طالب علم، لواحد بيعمل حاجة مفيدة في البلد، لواحد بيشجع الشباب ان هو ينمي نفسه ويطور نفسه، اللي للأسف ما بتعلوش غير التفاهات. بقينا في للأسف في زمن التفاهات اللي بنطلعهم بس التفاهات والسفلات والسخفات. سامحوني على الألفاظ دي لكن بصراحة الموقف مزري. الموقف والوضع اللي احنا عايشين فيه في شغل الترندات وشغل أي واحد يعمل لقطة ويجري وراه وصور وفجأة عملوه نجم ويستفيد من هذا الإعلان والشو اللي بيتعمل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.